مبروك فوز الهلال ابو محمد. الله يبارك عمرك مسعود. بارك للجماهير الهلاليه صراحه. يعني في سلبيه على فريق الهلال ابو سعود، وهذا ردا عليك مو للمشاهد بس، ردا عليك ان الهلال خرب الدوري فارق 5 نقاط. الله يوفقهم. اليوم قدم مباراه مميزه صراحه ابو سعود، ما عليه قدم بيعطونه الدوري ماخذه يعطونه بذراعه ولا يعطونه يعني لي لي اي لي خلينا نكمل ابو سعود عشان ترى جد والله لا راح يعني انت عباك تستفزهم ولا لا ما الناس استفزيتهم وطقوا الفريق 4 معلومه لك هذه. عموما احنا مبارك للهلال طبعا وضايق خلق اليوم انه فاز الهلال لا والله مبارك خلقك انا جد يعني ما يهم يمكن ما تدري انا قايل لك الدوري محسوم ترى اول فريق من بدا المحترفين في السعوديه 8 مباريات 8 مباريات فوز 20 هدف يعني شو الدور انت بتسجل تسالون ايش قاعد نقوله الاحتراف كله موجود بالهلال بس أوكي. خلي ابو محمد اذا رد عليك والله انا اقول لك بسعودي والله الحمد الهلال متقدم خطوه مميزه حتى اللحظه 8 مباريات مدرب جمهور محترفين لاعبين محليين لا اله الا الله الفريق قاعد يمشي صح حتى هاللحظه. الزين في الهلال حتى هاللحظه انه واجه 3 فرق من الكبار اللي احنا لما نقول خل والله المركز الاخير اللي قاعد تغنى فيه والاتحاد لما تواجه 3 فرق حتى هاللحظه من الفرق الكبار باقي لك بس تقريبا النصر والاهلي وفايز في 8 مباريات فهذا شيء يحسب للهلال.